السلام عليكم، أهلا متابعين حنان، كل المشاهدين، نرحب بكم كامل في قناتكم. معكم حنان الجزائرية للتدوب بالأعشاب. أهلا وسهلا بالجميع. على الفيديو تاع اليوم رايحة نعطيكم وصفات سحرية ومذهلة، صدقوني روعة، جربوا وحكموا. على نبدأ بسم الله. الفيديو هي خصيصا للمسمار تاع الجلد أو المسامير اللحمية، المسامير يعني المسمار اللحمي. كاين اللي يجيه، الاغلبيه تجيهم في الارجل، وكاين اللي تجيهم في اليدين او اي مكان. المهم الوصفه هذه مذهله وشفاء تام باذن الله تعالى. نبداو بسم الله. هنا عندنا القارص كما راكم تشوفوا، او الليمون باللغه العربيه. الليمون هنايا قبل كل شيء، قبل اي حاجه نعملو تنظيف وين راه متواجدين المسامير، مثلا في الارجل نعملو تنظيف للارجل وحمام مائي يعني دافي للارجل. ناخذ وعاء فيه ميه يعني ماء شويه سخن، ننظف قبل ننظف الارجل او الايدي او اي مكان فيه مسمار اللحم، نظفه جيدا بالماء دافي وصابون طبيعي يعني بدون مواد، وننشف بمنشفة نظيفة. بعد ذلك نعمل شوية ماء سخن ونضع فيه قليل من خل التفاح، إذا لم يتوفر نعمل هذا الخل العادي، ونترك فيه الأرجل لمدة 10 دقائق. ضروري هذه العملية، ضرورية جدا. علاش؟ باش يعني نحيو الجلد الميت وشغل تتشمخ، تتنفخ هذاك المكان اللي تتواجد فيه المسامير، يعني ترجع مرنة، ترجع طرية، ورايحة تساعد المواد اللي راني راح نعطيها لكم باش تتخلص منها بسرعة، يعني تتنحى وتذوب. تغمروا رجليكم وتقفل الماء السخن وشوية خلي لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نحي الأرجل تاعنا ولا الأيدي ولا وين راهو متواجد المسامير، نشفوهم بمنشفة نظيفة، ونعمل دوائر. هذا دي روندير مينا، نعمل هذا الدوائر تاع الليمون كما راكم تشوفوا فيهم دوائر الليمون. نعملها مباشره، دوائر الليمون نعملها مباشره، لازم تكون فيها الماء، يعني يكون فيها الليمون، لازم يكون فيها يعني جو العصير باش تنجح معنا الوصفه. نعملوها في الليل، ونعمل شاش يعني حاجة تكون رقيقة، ما نعملوش منشفة تكون خشينة باش ما تتشربناش العصير تاعنا وما يشربهش المسمار تاع اللحم تاعنا. نعملو إلا شاشة رقيقة يتباعو في الصيدليات، ويعني ونحاول شوية نضغط عليه يعني باش البرج هذا يعني القطعة تاع القارص تتلاقى مع المسمار اللحم تاعنا. حتى الصباح نتركها، حتى الصباح نعاود ننظف الارجل تاعنا عادي، ونعاود الطريقه لمده 3 4 ايام. صدقوني في ظرف 4 ايام 5 ايام رايحين تخلصوا منه. نتوما كملوا حتى الاسبوع ورايحين تنبهروا بالنتيجه. هذه الطريقه الاولى لعصير الليمون، ولكن عملوا قبل واش قلت لكم، نروحوا للطريقه الثانيه ايضا المبهره. هنا واش نديرو؟ ناخذ كمية من خل التفاح، من الأفضل يكون خل التفاح. نعمل نأخذ حبة من البصل، يكون من الأفضل البصل هذا الأحمر، يوجد بصل أحمر من هذا يعني أحمر على هذا البصل. نعمل كمية من البصل الأحمر، الأحمر عفوا، نقطعها هكذا دي غوندين. نقطع البصل تاعنا إلى شرائح هكذا، ننزع الا هذا القشر اللي من الفوق، هذه القشره الفوقانيه، ونترك القشره الثانيه. ننزع الاولى هذه نتخلص منها، ونترك القشره الثانيه، وما نشللش البصله تاعنا، لا يعني لا نستعمل الماء، بدون ماء. نقطع البصل تاعنا الى دوائر هكذا كما راكم تشوفوها، دوائر خشينه. ونضع وعاء من الزجاج، ضروري يكون من الزجاج او بلارة ولا اي وعاء يكون به غطاء من الزجاج. نعقموه ونضع فيه قليل من الخل، ونوضع شرائح البصل تاعنا الاحمر لمدة 24 ساعة.
غدوة من ذاك يعني اليوم الموالي ننظف الأرجل تاعنا كما الطريقة الأولى كما فهمتكم، ونعمل الأرجل تاعنا في كمية من الماء السخن والخل نشف، ونعمل هذه القطعة تاع البصل مباشرة فوق مسمار الأرجل في الأرجل أو في الأيدي. قبل ما نعملها نعمل هذه الحركة هكذا، نعمل هذه الحركة للبصل تاعنا، يعني نخرج العصارة تاعه مع الخل، يعني نخرج العصارة تاعه مع الخل، لازم يعني شغل نعبزوا عليه هكذا، نخرج كامل العصارة تاعه ونعملوه على مسمار الأرجل لمدة 7 أيام. تاني ثالث يوم أربع يوم راحين تشوفوا النتيجة المبهرة، ماشي تعملوا مرة ولا تنين وتقولوا الوصفة راهي ما فادتناش، باسكو الوصفات تعرفوها بكل مصداقية وناجحة بإذن الله تعالى. جربوا وحكموا شفاء تام بإذن الله. نمروا للوصفة الثالثة. الوصفة الثالثة وهي نأخذ كمية من الثوم، ولكن بشرط الثوم الأحمر، ثوم الأحمر هذا، يوجد ثوم أحمر على هذا، هذا راه شوية باهت. الثوم الأحمر نأخذ الدق، الأداة اللي ندق بها يعني التقليدية تاع اللوح ولا تاع الحديد كما نقولوا بالعامية المهراز، ندقوا الثوم تاعنا به بالقشر تاعه، يعني الثوم بالقشر ديالو هكذا كما راه، ندقوه جيدا. حرصوا على الثوم يكون جديد ويكون احمر من الاحسن. ندقوا على حسب الكميه اللي راح تعملوها، 4-5 فصوص من الثوم، ونعملوا عجينه هكذا، عجينه وندردر عليها قليل من الملح، الا القليل، قرصه تاع الملح هكذا، ذره صغيره تاع ملح، ونخلطوا جيدا بملعقه خشب. ننظف الارجل تاعنا كما فهمتكم في يعني الطريقه الاولى والثانيه، ننظفها وننشف بطريقه بمنشفه نظيفه، وناخذ كميه من العجين اللي بها قليل الا القليل من الملح او بدون الملح. واش يدير؟ رايح يساعد الثوم تاعنا لانه منظف ومعقم، والثوم فيه مضاد حيوي يعني ينحي الجراثيم ويعقم ويعالج، رايح يشافيكم من هاد المسامير، تلقاوها تخلصتوا منها بكل سهولة. نحط عجينة قليلة هكذا، كرة صغيرة من عجينة الثوم وقرصة من الملح، ولكن نخلط قبل جيدا، نخلط جيدا العجينة مع قرصة الملح إلا القليل، ونأخذ عجينة قليلة نعملها فوق المسامير الجلد في الأرجل أو في الأيدي في أي مكان متواجدة، ونعمل الشاش كما فهمتكم، كما يعني هدرت في السابق، الشاش يعني أو كومبريس راكم تعرفوا راه تتواجد عند الصيدلية، ما نعملوش تبقى خشينة غير باش تثبت لنا العجينة يعني ما تسربش في الفراش. نحزمها ونتركها الصباح، صباح نغسل جيدا. ماذا بكم يعني ننظف الأرجل تاعنا عن طريق الحجر هذاك اللي نحكو به، رايح نمر معاكم وصفات أخرى إن شاء الله، هنا ما راهوش متواجد عندي، لما نطلع العاصمة إن شاء الله ندير لكم به طرق، عدة طرق، وأيضا يوجد وصفات راني مديت لكم هادو، وراها جاية وصفات أخرى مع هذا الحجر بإذن الله تعالى، وهذه الطرق مذهلة وسحرية، جربوا وحكموا. صباح تحكوا بهذاك الحاجه وتعاودوا في نفس يعني في الليل ولا في القيلوله كما حبيتوا، في الليل يعني مده طويله يعني عندنا الوقت باش يتشرب هذاك المسمار لهذه المواد. رايحين تشوفوه داب او اختفى الحاله ولا تنحى، اللي عندهم يعني مستخسر فيه تشوفوه تنحى خرج بكل سهوله. هذه هي ثلاث طرق. فوالا، يوجد ايضا قشره الموز. كاين ناس ولا صدقوني قبل كاع ما نفتح القناه راني مديتها لهم، كاين اللي نفعت معاهم وكاين اللي جربوها وما نفعتش معاهم، ولكن هذه قشره الموز يعني الموز لما ناكلوا الموز تبقى القشره تاعه، هذيك القشره الدخلانيه هي اللي نحكوا عليها مسمار الارجل، ولكن بشرط ننظفوا المكان، لازم ننظفوه وتكون الجلده طريه، يعني نطروها في الماء السخن وخل التفاح لمده 10 دقائق ونشفوا ونعملوا طريقه قشر الموز. قلت لكم تعملوا هذيك الطبقه الداخلانيه اللزجه يعني اللي من الداخل، نحكوها على مسمار الارجل، نقص قطعه صغيره ونعاود نعملوها ضماده فيها، ونعملوا شاش ونثبتوها حتى للصباح. هذه هي وصفتي اللي كانت اليوم، ترقبوا وصفتي اخرى بالزيوت وعن طريق الحجر، جربوا هذه الوصفات وحكموا. كانت معكم حنان الجزائريه للتداوي بالاعشاب، ونقول لكم بقاو على خير، تهلاو في رواحتكم في امان الله، مع السلامه، بيزو هايلك.